السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلو. كما كتشوفوا حنا دابا مع الصديق ديالنا محمد اللي جانا من المغرب، وهذا الصديق جا مؤخرا وكان كيقلب على الكرا وكيقلب على ابارتمون الكرا، و ايفيكتيفمون مؤخرا مع لا كريز دو لوجمون راكم عارفين الكرا ولا غالي وصعيب باش تلقى واحد البارتمون بثمن مناسب. حنا دابا مع الصديق ديالنا وداك الشيء درنا البحوث ديالنا، درنا الابحاث ديالنا، درنا لي زانفيستيغاسيون حتى طحنا في هذا البارتمون. طحنا في واحد الهوته يا سلام، هذا البارتمون اللي طحنا فيها سي اون 3.5 بالنسبه ليه هو غادي تكون فيها بوحدو، غادي يقول لكم كيفاش داير هذا البارتمون، شنو اللي عجبو فيها، وغيهضر لكم على الثمن والبلوك والموقع فين جات. كيفاش جاتك البارتمون اخويا محمد؟ السلام عليكم السيوز، كيداير اخويا؟ بخير الحمد لله. شكرا بزاف اخويا، تسمح لينا بزاف الى برصناك. الحمد لله وقفتي معنا، لقينا دار تبارك الله مزيانه، الثمن مزيان اخويا الحمد لله. الثمن ديالها اللي هو 600 بار موا. وي بار موا الحمد لله زوينه تبارك الله واسعه من الداخل. وشنو كتكون هاد البارتمون ديال 3.5؟ شنو فيها؟ فيها انشوم، فيها صالون، فيها سال دو بان، فيها كويزين تبارك الله متسعه، واحد صاله صغيره، وفيها فين دير حويجات المسائل ديالك بخير تماما. لا الحمد لله زوينه. بالنسبه للامكانيات ديالك بهذاك المدخول اللي عندك داك الشيء، واش قادر حاسب راسك قادر تخلص هذيك 600 دولار فكره، ولا جاتك قاصحه وجاتك صعيبه؟ لا الصراحه الحمد لله، من ناحيه زعما الصالير غتخلص الدار وما غاديش تزير في نفس الوقت. لا ما تزيرش. لا هذا هو اللي كاين. وثاني سؤال عندي هو بالنسبه لهذا البارتمون هذه، يعني كتخلص 600 دولار، كي جاك الموقع، كي جاتك البلاصه، واش الثمن مناسب مقارنه مع الاثمان اللي كنشوفوا دابا، ولا كيفاش بلا حيت بنادم كيخلعوا بينا بموريال؟ بصح موريال 3.5 كتلقى 900,000 دولار 1200. شنو بغيت تقول للناس اللي جايين لكندا وكيقلبوا على الكرا، واش يمشيو لموريال ولا يمشيو للضواحي لي ريجيون؟ لا من الاحسن يجيو ما يمشيوش لموريال، حيت موريال تما الكرا غالي بزاف. وهنا عاوتاني حيت ديجا سولتيني واحد السؤال الاولاني، هنا من ناحيه الكالم راه تشوف تبارك الله المواقع، راه ما كاينش بنادم راه ما كيدوش بزاف هنايا، يعني تنعس ما كاين لي برصتك تاخذ راحتك تامه. بصح ومن ناحيه الكرا هنا من الاحسن ما كاينلاش موريال مع المدينه، وتما الكرا راه غالي بزاف، راه صعيب في هذه الفتره هذه تلقى الدار ب 1200 وصعيب تلقاها، ولكن الحمد لله حنا لقينا بسيسون، يعني بنادم ما يفقدش الامل غير يقلب ويقلب راه غيلقى ان شاء الله، والله يسهل الامور للجميع ان شاء الله يا رب. اخويا وبالنسبه للمؤخرة كنسمعوا بزاف ديال الناس كيقول لك حكا انا ما كنقدرش نلقى عقود عمل، عقود العمل صعيب باش نلقاها وداك الشيء. انت دابا بغيت تاكد لنا انك جيت عن طريق عقد عمل، القضيه واش كانت صعيبه ولا كانت سهله باش تلقى عقد عمل؟ واش غنقول لك الصراحه، من ناحيه صعيبه حتى شي حاجه ما صعيبه في هذا الوقت، بنادم غير يتوكل على الله ويربط القلب ديالو مع سيدي ربي، والله راه ما غاديش يخيبو. من ناحيه عقود العمل راه كاينين، ماشي ما كاينينش، موجودين. بنادم يقلب ان شاء الله وغادي يلقي ان شاء الله. انتما كتشوفوا معنا. اجي معايا خويا الزين، الاخ دابا سالينا معك الاخ محمد، كنشكرك بزاف الله يرحم الوالدين. شكرا لك. الله يودي اخويا. الاخ محمد راه ساعدنا باش لقينا ليك، راه واحد السيد تحول قلت هاد الهوته هادي راه مزيانه، داكشي علاش خوتنا المغاربه قلت اللهم فيهم همايا. شفت الاخ محمد كان تلاقى معاه في المسجد، قال لي يونس كنقلب على الكرا وداكشي، خديت نمر التليفون ديالو، فاش لقيته عيطت عليه. الحمد لله يستر مولانا، حنا كما كنقولوا راه كنديروا هادشي على قبل رحمه الوالدين، ما باغي لا فلوس لا العاقه لا والو. بنادم كيقول لك دير الخير ونساه، يعني الا قدرتي تعاون خوك المسلم راه غتساعدك. حتى هو احمد حتى هو محمد حتى هو واحد النهار غيجي واحد جديد حتى هو غيعاونو غيساعدو باش يقرا غيساعدو في شكل، حيت حنا المغاربه اوني كومسا كنساعدو بعضياتنا، يعني ما جيناش نعاونو بعضياتنا ونطيحو على بعضياتنا راه صافي، راه مشينا فيها كفته، راه البلاد عمرها ما غتزيدو قدام وما غاديش نساعدو بعضياتنا. وانتم غتشوفوا انا غنوريكم دابا البارتمون كيف، هذا هو الموبل، ها هو موبل الصراحه كيبان لكم نقي زوين، راه بلاصه ديال ستاسيونمون كاينه لهيها. ودابا غادي ندخلكم دابا للداخل، غتشوفوا معايا كيفاش دايره لابارتمون من الداخل. وكنتمنى ان الكونتوني يعجبكم، وبغيت نقول لكم على انه راه مازال الهوته، مازال لي زوفر دومبلوا، الناس اللي باغي تهاجر هاجر قبل فوات الاوان، راه مازال كاين ما يدار في كندا. هادشي علاش ديما الموتيفاسيون ديما الكوراج، وما يخلعوناش. وانتم راكم احسن عائله في اليوتيوب، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تخلي لي واحد لايك، تخلي لي كومونتير، اولا شي سؤال اللي ما عجبكش ما فهمتيش شي حاجه بغيتي نجاوبك على التساؤلات ديالك خليهم لي في كومونتير، وما تنساش تابونا معنا في لاشين باش لافامي تكبر. تحياتي الحاره، يونس كيحييكم من كندا. هنا لافامي كيف ما كتشوفوا معنا، حنا دخلنا ديريكتومون لا كويزين، اون كويزين على قد الحال، عندك المجوره لي زيطاجير، عندك هذاك الكوان فين غادي الثلاجه فين دير البوال ديالك، سال دو بان هي هادي، عندك فيها الدوتشا ديالك، لافابو،
الطواليت حاجاكم كيبان لكم داكشي نقي، الفينيسيون في المستوى، عندك ميم هذا هو المراح اللي عندك اللي تقدر تضيف فيه اون سالا مونجي قريبه لا كويزين، وكتبان لكم الدار مشمشه. بالنسبه لواحد السيد اللي غادي يكون بوحدو او لا مع الزوجه ديالو، يعني ان كوبل، غتكون مناسبه باش يبداو فيها. هضرت مع البروبريتير قال لي راه غندوز واحد، غندير ان بتي نيتواياج، غنيتواي هادشي، غندوز واحد لاكوش ديال الصباغه، هادشي راه داخل الدار، يعني غيوجدها شويه قبل ما نسكنو فيها، قبل ما يسكن فيها الصديق المغربي. وهذه هي لا بروبريتير ديال الدار، هذه مورا الدار اللي جات مع رفقه الزوج ديالها، وهما حنا قلنا لهم واش ممكن يدخلوا ليها في موا دو جويي، قالوا لي حنا لا، حنا راه بغيناها في هاد الديبي ديال افريل. الا كنتو انتريسي راه عندنا ناس كيتسناو، وحنا ما بغيناش نضيعوا هاد الهوته هادي. داكشي قلنا لهم شوفوا حنا راه شفنا لابارتمون، السيد غير رد عليكم في العشيه باش نديروا لا سيناتور ديال الباي. و لابارتمون سا غوسومبل ا سا، هذا هو البيت الصغير، هذه لا شومبر ا كوشي، فيها هاد لا كاردوروب كنديروا فيها الحوايج ديالنا والمسائل ديالنا. فين تقدر دير ناموسيه، لي دو طابل دو شوفي، كدير هذاك البيغو فين كدير عاوتاني المرايه ديالك. هذا فيما يخص الصاله، حنا دابا شفنا البيت ابخي شفنا الصاله. عندنا هاد القنيته هادي، هاد البلاصه هادي فيها التانك ديال لو شود ديال الماء سخون، زائد عندك فين تقدر تستوكي السلعه ديالك. و لابارتمون راه صغير على قد الحال بالنسبه لواحد يلا كيبدي حياته ولا شي كوبل. 600 دولار ثمن مناسب كيف ما سمعتوا من هاد الاخ محمد. وهادشي علاش ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش لافامي تكبر. ما تنساوش تخليو ليا كومونتير، اولا عندكم شي سؤال تخليو ليا في كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو. حفظكم الله ورعاكم، وتحياتي الحاره.